بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام إلى كتاب يلي غيكومبخوند، ونستأنف مع قصة جديدة كما نلاحظ. إذن عندنا مبش موفمونتي، إذن نتكلم عن صيد يحدث في الماء. موفمونتي نجد فيها كلمة موفمون يعني حركة. موفمونتي كما نقول متحركة أو في حركة. أنا بخمي دي روبير لجون بيرجي غارد سو سون تروبو دون لا بلان لي فاش اي لي دو شوفغيت بروت سون شارشي سيلواني. روبير بونس كيل بو الي جوسكا لي طون دو لا تويلري بور اي بيشي دي غرونوي لو فيو شي اباتا بون فورا بون غارد. أنا بخمي دي روبير أنا بخمي دي إذن داتا بعد منتصف النهار، يعني في أحد الأيام بعد منتصف النهار. إذا نتكلم عن دات، لا نتكلم هنا عن دات يومين أو دات صباحين، بل نتكلم عن دات بعد منتصف النهار. إذا نتكلم عن يومين بعد منتصف النهار. روبير الراعي الصغير لو جون بيرجي. روبير لو جون بيرجي، إذا روبير الراعي الصغير garde seul son troupeau dans la plaine. garde طبعا لو فيرب garder يعني حراسة، ومن كلمة لو gardien يعني الحارس، حارس السيارات مثلا، حارس العمارات يسمى لو gardien، تأتي من فعل garder. إذن un après-midi Robert le jeune berger garde seul son troupeau. إذن هذا الراعي الصغير غارد سول كان يحرس وحيدا سون تروبو. طبعا التروبو المقصود بالقطيع، سون تروبو دون لا بلان. إذن هذا الراعي الصغير كان يحرس وحيدا سون تروبو قطيعه دون لا بلان، في السهل في مكان ما منبسط. لي فاش اي دو شوفغيت بروت سون شارشي سيلواني. Les vaches et les deux chevrettes. Les vaches et les deux chevrettes broutent sans chercher à s'éloigner. Al-Baqarat et les deux chevrettes. Et les deux chevrettes. Tumma, ma'zatin et sagratin broutent. Anna kanat ta'koul. Taban adnana. Le verbe brouter, comme on l'a dit. Certains animaux mangent de l'herbe. Certains animaux mange de l'herbe. إذا بعض الحيوانات أنها تأكل العشب. on dit إذا نحن نقول كيل بغوت، نقول بأنها ترعى. on dit كيل بغوت c'est le verbe brouter. إذا ثم يطلب منا هنا citer des animaux que vous avez vu brouter dans les prés. citer des animaux que vous avez vu brouter dans les prés. إذن أذكروا حيوانات التي رأيتموها بغوتي ترعى دون لي بخي في المروج، في الأماكن التي فيها عشب. لو فيغ بغوتي المقصود به طبعا رعى، هو أكل العشب من طرف الحيوانات. لي فاش إلا دو شوفغيت بغوت سون شيرشي أسيلواني. لي فاش البقرات إلا دو شوفغيت ثم المعيزتان الصغيرتين بغوت أن كانت ترى سون شيرشي أسيلواني، بدون البحث عن الابتعاد، بدون البحث عن الابتعاد. إذا هاد الحيوانات أن كانت ترى في مكان لأن كانت تجد فيه العشب الكثير، وهي لم تكن تبحث عن العشب في أمكنة بعيدة. إذا هي لم تكن تبحث عن البعد. روبير بونس كيل بو ألي jusqu'à l'étang de la Tuilerie. إذن روبير بونس، إذن روبير كان يعتقد كيل بو ألي بأنه يمكنه أن يذهب jusqu'à l'étang. فوالا سي تان إتون، نتكلم عن ضايع أو بيركة. هو كان يعتقد بأنه يمكنه الذهاب إلى هاد البيركة. دو لا تويلغي صناعة القرميد. طبعا هنا عندنا تويلغي
بالتي كبيرة. إذا نتكلم عن مكان أو مصنع يصنع فيه القرميد. روبير بونس كيل بو علي جوسكا لي طون دو لا تويلغي. إذا روبير كان يعتقد بأنه يمكنه الذهاب إلى بركة صناعة القرميد بور إيبيشي. بور إيبيشي من أجل أن يصطاد فيها دي غرونوي، من أجل اصطياد بافادير. لو فيشيا باتابون. إذا طبعا روبير يمتلك كلبا كبيرا في السن. باتابون يسميه باتابون فورا وونغارد. هذا الكلب فورا هو سيفعل، سيقوم بمعنى آخر. مكان روبير سيقوم بماذا؟ بونغارد، سيقوم بحراسة جيدة. إذا طبعا يكفي هذا الكلب الذي سيبقى مكانه يحرس القطيع. طبعا هذا الكلب كما عندنا هنا رغم أنه كبير في السن فهو سيقوم بدور مهم، سيقوم بدور جيد أنه سيحرس هذا القطيع. أنا بخيميدي روبير لو جون بيرجي garde seul son troupeau dans la plaine. Les vaches et les deux chevrettes broutes sont cherchées à s'éloigner. Robert pense qu'il peut aller jusqu'à le temps de la Tuilerie pour y pêcher des grenouilles. Le vieux chien Patapon fera bon garde. L'autre pêcheur se faufile à travers les roseaux jusqu'au bord de la nappe d'eau. Il attache au bout de son aiguillon une ficelle armée d'un hameçon caché par un petit chiffon rouge. Floc, floc. Deux grenouilles sautent dans l'eau. Robert lance sa ligne. 10 minutes s'écoulent. 10 minutes s'écoulent. Enfin, attiré par la couleur rouge, une grenouille s'élance sur la moisson. Zig. Le pêcheur tire d'un coup sec sa ligne. Accroche la grenouille verte et la fait sauter jusqu'à ses pieds. Notre pêcheur se faufile à travers le roseau. طبعا notre pêcheur نتكلم هنا عن روبير. إذا صيادنا نتكلم عن الصياد الذي نتحدث عنه. طبعا notre pêcheur صيادنا هذا se faufile. طبعا لو verbe faufiler أنك تخيط بشكل متباعد، أنك تخيط قماشا ولكن الخياطة متباعدة. هنا لا نتحدث عن لو فيرب فوفيلي بل نتحدث عن لو فيرب سو فوفيلي. إذا هو ماشى بشكل كما تسير الخياطة أترافير لي روزو، من خلال القصب. إذا هناك قصب كثير كما نلاحظون. إذا هو دخل وسطه كما تسير الخياطة كأنه يخيط à travers les roseaux jusqu'au bord de la nappe d'eau. Idem, il a défait la nappe d'eau. La nappe, elle détient notre liquide à la rita al-ma ida. Idem, on ne parle pas de rita al-ma. Idem, on parle de ma, il recouvre ma canne, que la rita. Il attache au bout de son aiguillon une ficelle armée d'un hameçon caché par un petit chiffon rouge. إذن إلى طاش، إذن وربط. نتكلم على فيرب أطاشي. ديطاشي يعني أنك تفك الرباط. هنا يسي لو فيرب أطاشي يعني أنك تربط شيء. إلى طاشو بو دو سون إيغويون. إذن هو ربط في نهاية سون إيغويون. أن إيغويون ألون باطون تيرميني باغ أون بوان دو فيغ. نتكلم عن عصا طويلة تيرميني. Termine en tenterie par une pointe de fer. Tenterie, bimismar min hadid, comme on a dit. Qui sert à piquer les bœufs, les hamstirans, pour les faire avancer, les ja'alihim yataqaddamoun, et pour les diriger. Ou min ajli tawjihim, mumkin annana, nadribouhou min adjihar, fayamour ila adjihar, ou nadribouhou min adjihar. من اليسار فيذهب إلى اتجاه اليمين. إذا هاد العصا تصلح بهذا المسمار لحت التيران على الحركة لكي يتقدموا أكثر أو لتوجيههم.
يمنة أو يسرة. إذا نتكلم عن النيغويو، إذا نتكلم عن نوع من المهماز يسمى إيغويو. إذا هو ربط في نهايته ماذا؟ إنفصال، ربط ربط حبلا. أغمدا ناموسون، أغمي كما نقول بأن هذا الحبل مسلح داناموسون، مسلح بسنارة. هذه السنارة كاشي كاشي، هذه السنارة مختبئة باغ أن بوتي شيفون روج، مختبئة بقطعة قماش حمراء. إذا هو عنده مهماز، في نهاية المهماز وضع حبلا، هذا الحبل طبعا ينتهي بسنارة، هذه السنارة مختفية وسط قماش أحمر. نوتر بيشور سوفو فيلا ترافير لي روزو جوسكو بور دو لا نابدو إلى تاشو بو دو سون نيغويون إن فيسال أغمي دانا موسون كاشي باغ أن بوتي شيفون روج. فلوك فلوك، إذا يسمع هذا الصوت، هذا الصوت ماذا؟ دو غونوي صوت، ضفدعتين ارتميتا في الماء، فيسمع هذا الصوت فلوك فلوك. دو غونوي صوت، طبعا عندنا هنا لوغاب صوتي يعني فعل ارتمى، صوتي يعني قفز. إذا ضفدعتين تقفز ضلو في الماء. روبير لونسالين، روبير لونسالين، إذا روبير يرمي سالين، روبير لونس، إذا كما نقول بأن روبير يقذف، سالين يقذف خيطه، يقذف خيطه كما نقول. نتكلم على لالين، لالين يعني السطر، فوالا، هنا دي لين، سو تكست إي كومبوزي دو بليزيوغ لين، إذا هذا النص مكون من عدة سطور. يقول الأستاذ مثلا على لين، على لين يعني إلى السطر. إذا هنا عندنا روبير لونسالين، يعني أن روبير يرمي كما نقول سطره، ولكن المقصود هنا أنه يرمي الخيط الذي بيده أو الحبل الذي بيده. روبير لونس سالين دي مينوت سيكول، دي مينوت سيكول، عشرة دقائق تمر. طبعا لو فيرب سيكولي عندنا هنا دي مينوت سيكول، دي مينوت باسير، نتكلم على لو فيرب باسي، فعل باسي، لو فيرب باسي يعني فعل ماضى. دي مينوت باس، عشرة دقائق تمر. دي مينوت سيكولير، سيكولير، عشرة دقائق تمر. إذا كما قلنا دي مينوت سيكول، عشرة دقائق تمر. وفي النهاية أنف أتيغي، كما نقول منجذبة، كما تلاحظوا هنا تنتكلموا على أتيغي، عنده واحد أ، عنده واحد أ ديال التأنيث، يعني منجذبة. أنف في النهاية أتيغي باغ لا كولور روج، من هي التي هي الآن منجذبة باللون الأحمر؟ إين غونوي سيلونس، إذا نتكلم عن ضفدعة هي التي كانت منجذبة. سيلونس، سيلونس يعني أنها تنطلق، طبعا لو فيرب سيلونسي، لو فيرب سيلونسي هذا فعل انطلق، كما رأينا قبلا. روبير لونس سالين، إذا روبير يطلق خيطه كما نقول. هنا عندنا لا غونوي هي التي، هي التي ستنطلق، إذا نتكلم على لو فيرب سيلونسي، كما نقول سو إيلونسي، إذا نتكلم عن فعل مبدوء بسو، أن فيرب برونومينال، إن غونوي سيلونس، إذا نتكلم عن ضفدعة تنطلق سيغ لا موسون، كما نقول هنا فوق السنارة، المقصود بأنها تنطلق نحو السنارة، زيغ، زيغ، إذا يسمع هذا الصوت. لو بيشور تير دان كو سيك سالين، لو بيشور تير دان كو سيك سالين، لو بيشور، طبعا نتكلم عن روبير، الصياد تير، طبعا نتكلم عن لو فيرب تيري يعني فعل جذب، دان كو سيك بضربة، بضربة كما نقول بضربة جافة، المقصود بأنه يجذب بقوة، سالين يجذب خيطه. أكروش لا غونوي، أكروش لا غونوي كما نقول بأنه يصيب، يصيب
الضفدع accroche la grenouille verte et donne voyou sip à الضفدع الخضراء et la fait sauter jusqu'à ses pieds. ثم يعمل على قفزها ثم يعمل على أن يجعلها تقفز jusqu'à ses pieds إلى رجليه إلى حدود رجليه يضعها أمامه. أكيد بأنه اصطاد ضفدع. Notre pêcheur se faufile à travers les roseaux jusqu'au bord de la nappe d'eau. Il attache au bout de son aiguillon une ficelle armée d'un hameçon caché par un petit chiffon rouge. Floc, floc. Deux grenouilles sortent de l'eau. Robert lance sa ligne, diminue ses coules. Enfin, attiré par la coule rouge, une grenouille s'élance sur l'hameçon, zig. Le pêcheur tire d'un coup sec sa ligne, accroche la grenouille verte et la fait sauter jusqu'à ses pieds. Soudain, un mugissement proche déchire le silence. L'enfant étonné se retourne et reconnaît à 30 mètres le grand taureau. Soudain, un mugissement, mugissement proche, yani qarib. Wafajatan, sawtu taurin qarib. Un mugissement proche déchire le silence. Et d'un hada saut qarib li taur déchire le silence. Annahu yumazziqu as-samt. Tab'an Robert kana yastad wa hawlahu samtun ya'um al-makan. Wa idha bi sawti taurin qarib déchire le silence. Annahu yumazziqu hada as-saut. Al-maqsoud bi annahu lam yabqa hunaka samt. L'enfant étonné. Tab'an at-tifl. L'enfant étonné à Teflo, Moufajan, se retourne et reconnaît. À Teflo, Moutefajan, Bedassaut, se retourne, en Yeltefit, Yeltefit, Warao, et reconnaît, Tum, en Yarif, Tabal Adnana, le verbe reconnaître, comme on a dit, en Yarif, Minjedit, en Yarif, à 30 mètres. على بعد 30 مترا. إذن هو يلتفت ويعرف على بعد 30 مترا لو غران طور الثور الضخم الثور الكبير. هذا الثور الكبير سيعرفه روبير ويعرف خطورته. طبعا سنكمل إن شاء الله مع هذه القصة في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.